بسم الله الرحمن الرحيم، عشاق ومتابعين قناة الإعلام الكبير أستاذ عبد الناصر زيدان وقناة كرة بلدنا، تحية طيبة وبعد. طبعا الجميع تساءل إزاي رئيس نادي الزمالك يسافر يحضر نهائي البطولة العربية رغم إن الزمالك كان عنده مباراة مهمة أمام الإسماعيلي. طبعا هو طلع في الإعلام وقال إن هو سافر علشان خاطر علاقته بالمستشار تركي الشيخ رئيس الاتحاد العربي والدعوة الكريمة اللي جت من المستشار تركي. ده سبب، دي حقيقة فعلا، لكن في سبب تاني مهم جدا هو ما ذكروش في الإعلام، إن رئيس نادي الزمالك سافر الإمارات عشان يلتقي مجموعة من المسؤولين الخليجيين يتوسطوا له هنا علشان مشكلة العضوة ميسة محمود حمدي، لأن أنا جات لي معلومات مؤكدة إن في مسؤول كبير جدا في الدولة بعد ما انتشر موضوع العضوة المحترمة الأستاذة ميسة محمود حمدي وشككتها. طبعا عشان نفكر الناس، العضوة ميسة محمود حمدي هي صاحبة أزمة النادي الناهلي والمشكلة اللي حصلت بينها وبين رئيس نادي الزمالك، وطبعا كلنا عارفين رئيس نادي الزمالك تلفظ ضدها بألفاظ خارجة وتهجم عليها، وكان جايب معاه أمن من النادي وكان جايب معاه موظفين، وكانت مهزلة داخل النادي الناهلي، واتهمها هي وشقيقتها ان هم كانوا قاعدين بيشربوا حشيش. طبعا الكلام ده كله كذب ومفيش اي حقيقة من الكلام اللي قاله رئيس نادي الزمالك. المهم رئيس نادي الزمالك سافر الامارات عشان يلتقي مجموعة من المسؤولين الخليجيين علشان يتوسطوا له هنا في الدولة المصرية ويحاولوا يحللوا المشكلة دي. طب سافر ليه؟ لان في مسؤول كبير هنا في مصر بعد ما لقى موضوع الاستاذة ميسة محمود حمدي انتشر اقسم بالله انه هيدفن مرتضى تحت الارض، وانه هيخلص المجتمع المصري من بزاءاته وطولة لسانه والتطاول اللي هو بيعمله على جميع المسؤولين وجميع افراد الشعب المصري. كمان حد تاني برضو فكر المسؤول ده بمشكلة الصحفية شيرين والاعتداء عليها امام بوابات النادي. فالمهم مرتضى وصل له الكلام ده، واليوم اللي وصل له فيه مرتضى عمل الفيديو اللي قال فيه انتوا عايزين تلفوا لي قضيه، انتوا عايزين تحبسوني، انتوا عايزين تموتوني، انا مسجل فيديو مدي لي عيالي. طبعا كان في حاله رعب وحاله خوف وحاله هلع وكان باين جدا في الفيديو. المهم رئيس نادي الزمالك فشل في الامارات ان يلاقي اي مسؤول خليجي يتوسط له، لان طبعا كلهم عارفين رئيس نادي الزمالك ملوش كلمه، بيرجع في كلامه وممكن يحرجهم. كمان عيب طبعا لما يتهجم على ست هي واختها ويتهموا ان هم بيشربوا حشيش ويجيب لهم افراد من الامن عشان يعتدوا عليهم، فجميع المسؤولين الخليجيين تبرؤوا منه ورفضوا خالص ان هو يساعدوه. ودلوقتي ازمه الاستاذه ميسة محمود حمدي وشقيقتها ازمه كبيره جدا في الدوله، بعيدا طبعا عن القضاء وبعيدا عن تحقيقات النيابه، ازمه كبيره لان زي ما قلت لكم في مسؤول كبير في الدوله راجل محترم، اقسم بالله ان الراجل ده ان رئيس نادي ده خلاص ما ينفعش يكون موجود بالصوره دي في الاعلام، ما ينفعش يطلع يتهجم على الناس ويقل ادبه على الناس ويتطاول على الناس ويعتدي على الناس ويهدد الناس، لان طبعا احنا في دوله محترمه، دوله قانون، دوله دستور، والنهارده التعديلات الدستوريه وديكم شايفين الاقبال الكبير من افراد الشعب المصري لاسقاطهم في الرئيس السيسي، فشايفين ان الراجل ده وجوده كده يعيب النظام ويشوه صوره النظام. فالمسؤول الكبير ده اقسم ان الراجل ده مش هيكون له دور تاني وانه هيقفل بقه بالبلدي ولا يكون له دور في المجتمع. طبعا هو بيهر دلوقتي رئيس نادي الزمالك ومفزوع وعمال يلف الكره الارضيه عشان يحاول يحل مشكلته وعشان يحاول يوصل المسؤول ده انه هيبقى راجل مؤدب وراجل كويس وراجل جميل وانه هيبقى كيوت وانه مش هيعمل مشاكل تاني. عشاق متابعين قناه الاعلام الكبير عبد الناصر زيدان، اتمنى لكم وقناه كره بلدنا اتمنى لكم اوقات طيبه والتقيكم باذن الله في فيديو جديد. كان معكم الناقد الرياضي علاء حمام.